الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الرفع من الركوع. تعرفون القول الراجح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فيوجد من أئمة المساجد هدانا الله وإياهم، وأنا لا أحب أن أطيل في الفروع الفقهية، لكن اقتضى المقام التنبيه إلى مسألة ما يتعلق بالإتمام وغيره. تجد يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ حتى ينتظر اعتداله ليضع فمه على اللاقط فيقول سمع الله لمن حمده، وهذا قد يتحمل إثم كبير. لماذا؟ لأنه يوجد من المساجد الكبيرة إذا دخل المسبوق المسجد ما يشوف الإمام، ما يراه، فربما قال الله أكبر وركع ظانا منه أن الإمام ما زال راكعا، والإمام قد وقف في واقع الأمر، وقف لأجل هذا اللاقط حتى يضع فمه في هذا اللاقط ويقول سمع الله لمن حمد. بل بعضهم من شدة المبالغة يعني يقف وقت ثواني، يقف، وأنا رأيت هذا لا أبالغ، رأيت هذا يقف ثم يميل قليل يقول سمع الله لمن حمد. يمكن رأيتم هذا الشيء، هذا غلط، هذا غلط حقيقي. ولذلك هناك جملة من الأخطاء يرتكبها بعض الأئمة، والقصد حسن، يعني لا نشك في النية ولا في القصد، وإنما الوسيلة غلط، وهذا قد يؤثمهم. وغيرهم له التمام ولله الحمد، يعني من وراءه له التمام، وهو قد أثم، وقع في الإثم، وقع في الذنب إذا فعلا وصل إلى مثل هذه الحالة. ترك كثير من السنن، يعني بعض الناس الآن ما يعرف التورك، يقول ما عمره، لماذا؟ لأن الإمام ما يتورك مع عدم وجود المانع، يعني الأمور طيبة فما يتورك، وغير ذلك من الأمور. ولأجل هذا ينبغي للإمام، وهذا لا ينقص من قدره، أن يتعلم يتفقه. الصحابة كانوا يتفقهون ويسألون ويتعلمون، ولذلك يسأل أو ينتظم في حلقات الفقه دروس العلم، يستفيد ويتعلم، أو يتصل بأهل العلم الأكابر، أو يراجع الكتب موجودة ولله الحمد، يعني كل شيء قريب الآن. يعني الصعوبة الموجودة في الزمان الأزمنة السابقة الآن أعتقد بأن انتهت، ولذلك لا أحد يعذر في هذا. والإمام العيون ترقبه، العيون عيون المأمومين تلاحظه.